الفيديو ده مش تيوتوريال او فيديو تعليمي، هو مجرد مقارنه ما بين الاي كي جي بيرسبشن، هو هذا المايك اليو اس بي اي كي جي بيرسبشن 120. الميكروفون ده يوم ما انا اشتريته كان سعره تقريبا ما يقارب 180 دولار. طبعا هذا الميكروفون ده دلوقتي غير موجود في الاسواق، غير موجود لانه ديسكونتينيود، اصبح منه ال 420 ده نسخه البديله لهذا الميكروفون. بقارنه انا دلوقتي بالويب كام اللي هي 920. الفرق بين الاثنين بين الكواليتي صراحه ما فيش مقارنه، لكن لو غير موجود لو غير موجود مايك اس بي، ممكن الميكروفون الموجود في الكاميرا نفسها الويب كام لوجيتك ممكن يشتغل. طيب خلينا الاول دلوقتي نفس بدون اي استخدام اي فلاتر، بنستخدم الاي كي جي فلتر بسيط بس اللي هو الكمبريسور اللي تم اضافته في برنامج الاوبس ستوديو. طيب دلوقتي ده بنستخدم الاي كي جي، خلينا نشوف الكواليتي للوجيتك. دلوقتي ده كده الكواليتي الاوديو مباشره من المايك الموجود في الكاميرا. طبعا المايك اكتر من اللازم، خلينا نقلل الصوت بحيث يكون واضح. ده كده المايك في الكاميرا. طبعا الفرق في الجودة طبعا والكواليتي فرق شاسع، طبعا بسبب السعر وسبب الاختلاف ما بين الموديلين، لان طبعا ده مايك مش مخصص للتسجيل، لكن الاي كي جي ده استوديو مايك. نرجع تاني للاي كي جي. Now you are hearing the sound from AKG Perception 120. I hope you enjoy this lesson. See you in the next tutorial.